هل يجوز الترحم على النصارى؟ لا يجوز الترحم على النصارى، ماتوا على الكفر ولا على أي ولا على أي شخص مات كافرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولو قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.